أهلا بكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة أول أيام الشهر الكريم، ربنا يعيده عليكم بالصحة والستر وراحة البال. هقدم لحضراتكم بداية من النهاردة وعلى مدار أيام الشهر الفضيل حلقات برنامج بعنوان ولاد الأصول. عايز أقول لحضراتكم، لما سألوا رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت، وده واحد فخيم كده ومن أغنى أغنياء العالم، سألوه عن حسن السمعة. قالوا له إيه هي حسن السمعة؟ قال جملة بليغة جدا، هقولها لكم بلغة بسيطة. عم وارن بافيت قال إيه؟ قال إن السمعة الطيبة ممكن تاخد منك 20 سنة عشان تصنعها، لكنها بتتهدم في 5 دقايق. لو حطيت حضرتك وانت بتسمعني الموضوع ده في دماغك، هتتصرف في حياتك بطريقة مختلفة تماما. علشان كده السمعة الطيبة اللي بتلازم الناس في حياتهم وبعد مماتهم دي ما بتجيش من فراغ، بتكون نتيجة للخير، نتيجة للعطاء، نتيجة لنفع الناس. في فيتنام مثل شهير جدا بيقول إن السمعة الطيبة أحسن بكتير من الملابس الجميلة. يعني شكلك عند الناس مش بمظهرك لكن بسمعتك. مهما لبست نظيف وشيك وآخر موضة، الناس هتشوفك على حسب سمعتك بينهم. لو سمعتك نظيفة زي البرلانت، الناس هتشوفك جميل. ولو سمعتك إنك يعني لا مؤاخذة فاسد أو ظالم، الناس هتشوفك شخص قبيح. مهما كنت مخبي القبح ده تحت البراندات والشياكة والأناقة. البرنامج ده والنهاردة أولى حلقاته، البرنامج ده معمول عن الناس اللي سمعتهم طيبة، عن الناس ولاد الأصول. على مدار أيام الشهر الكريم مش هكلم حضراتكم إلا عن الناس اللي تستاهل إننا نعرف سيرتها بالخير. ما هو إحنا بصراحة محتاجين نبرز القدوة الحسنة في كل وقت يا أخوان. عيالنا ساعات بيعايرونا ويقولوا لنا إحنا مش لاقيين قدوة، إحنا في زمن ما فيهوش قدوة، وإن القدوة دلوقتي بقت في الممثل الفلاني واللعيب العلاني ومغني المهرجانات الترتاني. أنا بقول لهم بصوت عالي، لأ، أنتوا اللي كسالة، انتوا ما بتدوروش كويس رغم ان العلم كله بين ايديكم، وجوجل ما خلاش حاجه ما جابهاش. يا ابني انت وهو، تاريخ مصر مليان شخصيات عظيمه، تاريخ مصر لحد النهارده مليان ولاد اصول. واحنا بنحضر الحلقات دي كنا فاكرين اننا علشان ده الموسم الثاني مش هنلاقي شخصيات كفايه، لكن ايه العظمه دي يا مصر وولاد مصر والناس اللي عاشت في مصر. مش بس التاريخ، الحاضر كمان مليان رجال خير وأصول، رجال مواقف، شخصيات فنية واقتصادية ورياضية وسياسية، وولاد بلد كتير. تعال أكلمكم شوية عن ولاد الأصول لكن بعد هذا الفاصل. على السوشيال ميديا في جملة منسوبة للفنان الكبير فؤاد المهندس، قالها في برنامج كلمتين وبس، وده اللي كان بيكتبه المبدع الراحل أحمد بهجة. فؤاد المهندس بيقول فيها: كلمة ولاد ناس مش معناها غني وفقير، ولاد الناس يعني تربوا في بيوت تعرف الأصول والذوق والأخلاق وعينيهم شبعانة. ده بالضبط اللي احنا هنتكلم فيه في حلقات الموسم الثاني من برنامجكم ولاد الأصول، ولاد الناس اللي عاشوا وعايشين بالسمعة الطيبة والخير والعطاء. بيقولوا في الحكم: كريم الأصل زي الغسل، كل ما يشيل ثمار ينحني. يعني كرم الأصل مرتبط بحاجتين، الأولى العطاء، التانية التواضع. الحاجتين دول لو اجتمعوا في إنسان يبقى ابن أصل، يبقى ابن ناس. وده يرجعنا للجملة اللي أنا لسه قايلها لحضراتكم،
إن ولاد الناس مش معناها غني وفقير. حط عليهم بقى شوية صفات زي الكرم، الحياء، الرحمة، هتلاقينا هنتكلم بجد عن شخصيات جميلة وعظيمة. زمان كان في العصور الوسطى طبقة اسمها طبقة النبلاء، غالبا طبقة النبلاء كانت من الأرستقراطيين الأغنياء، من سلالة العائلات الكبيرة، وكانت بتاخد اللقب من الملك أو الأمير الحاكم. طبقة النبلاء كان بيكون لها نفوذ وحاشية وأملاك. احنا بقى عايزين نغير مفهوم طبقة النبلاء في البرنامج ده. هنقدم لحضرتك وحضرتها سير رجل الأعمال العصامي ابن الأصول اللي أثبت النجاح الاقتصادي ممكن يحصل مع الرحمة والعطاء. هنقدم لحضراتكم سيرة العالم ابن الأصول اللي سخر علمه لولاد شعبه وخلى علمه وحياته كلها وقف للمصريين. هنتكلم عن الفنانة الأسطورة اللي في عز تعبها وقفت جنب بلدها لما حست إنها في خطر، وخصصت دخل كل حفلاتها للمجهود الحربي ونشر قضية مصر في العالم. هكلمكم عن الأمير اللي عمله كله للخير، فضل خالد وبيردده المصريين. هكلمكم عن الأميرة اللي حبت المصريين وكان مشروعها هو تعليم المصريين. هكلم حضراتكم عن سيدة الأعمال اللي الرحمة في قلبها كانت وراء أكبر مشروع طبي في تاريخ مصر. هكلمكم عن لعيب الكورة اللي كل ما يكبر يقدم الخير لجذوره، عن الفنان واللي كل ما تقابل حد بيعاني من أزمة ولا من مرض في الوسط الفني تلاقيه هو أول واحد بيسأل وبيدعم وبيطبطب على زمايله المأزومين. هكلمك عن الرجل الأم البسيط اللي كان بيدعم الشباب المثقفين وينشر كتبهم وعلمهم. هي دي طبقة النبلاء بصحيح اللي احنا محتاجينها في بلادي تستمر. هو ده النبل اللي بيسر النفس بالأفعال العظيمة زي ما قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه. هم دول مصدر فخرنا وسعادتنا، السعادة اللي مصدرها التضحية عشان الحاجات الجميلة والنبيلة. هم دول ولاد الأصول. وأرجوكم في نهاية كل حلقة عاوزكم ترجعوا البيت وتحكي لأولادكم في الفطار جزء من حلقة اللي هتسمعوها يوميا عن ولاد الأصول. عرفوا ولادكم إن مصر فيها أولاد أصول كتير قوي.